وفعلا ما ماتش. ده بالنسبه لصحتك دلوقتي كويس؟ دلوقتي الحمد لله الحمد لله كويس. زي ما انت شايف الحمد لله الامور تمام تمام الصحه ماشيه كويس الامور تمام كله تمام تمام طيب الحمد لله. أول تصريح عاجل من عادل إمام بعد زيارة جورج باسوف في منزله في مصر. عادل إمام يوضح سبب زيارة جورج باسوف في منزله في مصر وسبب وفاة ابنه. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. تصريح عاجل من عادل إمام بعد زيارة جورج باسوف في منزله في مصر. حصل سلطان الطرب جورج باسوف على إجازة شهرين بعيدا عن العمل الفني سواء أغاني أو حفلات، حدادا على نجله وديعه الذي رحل عن عالمنا نتيجة مضاعفات عملية تكميم المعدة. ويعمل حاليا الفنان جورج باسوف على التجهيز لأغنية جديدة يعود بها نهاية فبراير المقبل بعد فترة الإجازة التي حصل عليها والتي بدأ العمل عليها بالفعل منذ أيام، وهي مهداة لروح نجل الراحل وديع، وذلك حسب ما ذكر في البيان الصحفي الذي نشره منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعيش جورج باسوف حالة نفسية سيئة جدا بعد وفاة نجله وديع، إذ أعلن في بيان صحفي عن اعتذاره لمدة شهرين عن أي حفلات غنائية بسبب الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على تحضير أغنية يهديها لروح ابنه الراحل.